كنبغي نعيش في البيت ما تنخرجش ما تن ما تن تنشتغلش فيه كنفضل كان على انني ما نشتغلش في هذا الشهر الفضيل كنتفرغ فيه للبيت ديالي طبعا وحنا كنا كنساء كندخلوا للمطبخ لان كما تيقول لك المثل الاوروبي تيقول لك ما تقداش ما تدخلش للمارشي وانت جيعان خاصك تشبع تخرج تقدا ملي كتمشي جيعان كتقدا المارشي كله فالانسان اللي تيكون صايم في رمضان تيبقى تيطيب وتيحط واش فهمتي حنا كنا تن تندخلوا للمطبخ وطبعا العبادات الله يتقبل منا ومن جميع المسلمين الشيء <متحدث> اللي انا كنعتز به حنا تعلمنا الطيب من صورنا إحنا حتى في التقاليد الشعبيه الثقافيه ديالنا المغربيه في عيد الكبير تيديروا لنا واحد النهار اللي تيفصلوا الحولي تيعطيونا شي طريفه ديال الحولي تنسميوه خيلوطه يعني من تما ديك هي الانطلاقه الاولى ديالك يا اما تديري مالح حشنجران يا اما تديري حار البزار يا اما انت وش انت فهمتي من تما تتبدا الاول بلا مثلا ان بلا درتيه في حياتك فانا ملي غنجيك غنجيك من ست غنجي سنين سبع سنين باش بديت كنطيب يعني باش تعلمت نطيب من من طيب انطلاقا من هاد من هذا من, من هاد العاده الشعبيه اللي كنا كنديرو ملي كنا صغار فلما تزوجت الحمد لله كنت كنعرف ندور شغالي في داري وفي المطبخ ديالي صوب كل كلشي كنصاوب كل شيء في ظهري كذب عليك يعني انا دابا ندوي معاك مصوبه سلو مصوبه باقي لي الشباك هي اللي باقي ما صوبتهاش هي اللي باقي ما صوبتهاش وكنعتز بها لان واحد المره كنا كنا ضيوف عند سفير المغرب في القاهره انا والسيده نزهه الشقروني كانت انا ذاك وزيره وكانت حاضره لمهمه ما في دوله مصر وعرضنا السفير قبل شعبان في اخر اسبوع شعبان كنا جالسين عنده في البيت كنتغداو عنده انا ولا نزهه وهو يطلب منها قال لها عافاك زيدي شي يومين في القاهره راه ما شبعناش منك يعني بتشوفي تشوفي مثلا معالم مصريه وهذا قالت له والله الا طاحنا الجنجلان وطاحنا اللوز وطاحنا خصني نمشي نجمعه باش نصوب سلو خصني باقي غادي وزيره كانت تعتري ديك الساعه المنصب ديال وزيره ثاني الريح والعبيه هذه كنت في كنت في جو بونس كنت في بريباراتوار كنت في تحضيري وانا خارجه وانا نية الله بقى لدابا يعني لدابا فيا مثلا شتي كاع مثلا شتي اللي دوزت وشفت وعشت كاين أه كان بعض اللحظات بعض المرات كان كان كنمشي يعني بالنيه ديالي يعني نيه فانا خارجه من المدرسه والبنات الكبار ديال الشهاده واش فهمتي خارجين تكلموا قالت لها الريح كيطير يا اختي قالت لها شي عجاج كيطير انا مع صغيره سمعتها بالنسبه لي انا غنطير واش فهمتي ولابسه واحد الكاب وداك الكاب ما فيهش كميم في ريكا بيشون في ما فيهش كميم وصديفات وداكشي زويون زعما من فرنسا لابسه وخارجه تنقول دابا الا طرت ما عنديش حتى نشد يعني فهمتيني يدي مكتفين ما عنديش حتى فم قبط ولا فين هذا وجلس حدا المدرسه حتى شي تحطوا الغدا في الدار هذا الشيء راه مع الصباح حطوا الغدا الوالد الله يرحمه تيقول الوالده فين هي قالت لي راه باقا ما جاش من المدرسه جا لقاني جالسه حدا الباب المدرسه مالك قلت لها الوالده راه سمعت حتى قالت لها حتى راه العجاج كيطير وقت لانطير وبقيت جالسه انا تيسالي العجاج يعني من, من الاشياء وشوف واحد القضيه غادي نقولها لك الحمد لله هذا ماشي انا ما تنسميهاش بلدة ولا لا بالعكس هذا في واحد ما عرفش كيفاش غادي نشرحها لك المهم كنت نيه وصافي ما كانش فينا تحرميات انا جبت لها انا جبت اليوم اليوم كيمكن ولد سبع سنين يديك ويجيبك ويخرجك حتى للبحر ويخرجك ناشفه هذا هو الفرق